طالعين على الشغل. أول مرة بتشوف شوفير تاكسي عم يتمكن؟ أهي بتلاقي طاولة وما طاولة بحياتي ما اشتغلت شوفير تاكسي، بس هلا حابب اشتغل. أبو الميز خيالي. مين أنت؟ والله مو أنا. ضبطت لي الوضع. لك ليش بتضلك ماسك لي هالموبايلات؟ شيلوه خلينا نشتغل. الامور على كيفكم يا شباب؟ خلقني ضياء يا زلمه. الامور بخير. بدك تشوف ضياء احيانا بيطلع معك قطعه زايده فيك تكبها. هي بخزن نار على الداير ما؟ استفتحنا. تسجيل. ما حضرت سيد ادهم؟ يا عم تشبهيني لممثلين يعني؟ وانت استاذ صبحي؟ هو ستايل وانا ستايل. استاذ ميلان. ايوه اجيت الرزق اجى الطلب. يلا يلا جو يا مهوين. بسم الله. مدام وينك انت؟ أنا وصلت. إيه إيه يلا يلا تفضل. تفضلي. مرحبا. أهلين أهلا وسهلا. أهلين مدام يا هلا. ما حضرت سيد أدهم؟ إيه؟ أدهم؟ لا أنا كثير معجبة بالسيد أدهم؟ إيه لا أنا مو أدهم. الله يحفظك يا رب. إيه بس لا أنا مو أدهم يعني ماني ممثل. أنا شوفير تاكسي. شوفير إيه يا أهلا. لا مش بالضبط. إيه يعني سبحان الله كثير ناس بتفكريهم بيشبهوا بعضهم و إيه الله يعافيك يا رب. مين أدهم؟ يلا عن جد؟ مين؟ مين أدهم مدام؟ ممثل أفتعفه؟ لا والله يعني مستحيل. كيف تشبهه؟ لا أدهم ولا أدهم بيشبهني؟ لا لا الحقيقة ما عرفته أساس يعني بيشبهوني لكتير عالم هيك بس إنه ممكن مثل ما قلت لك بالضبط. إيه إيه ما شاء الله عليك. شوفي شيء عفوا وانت استاذ صبحي؟ استاذ صبحي؟ لا ما مين صبحي؟ لا مشبهتيني لحدا يعني؟ ايه ايه على راسي والله يا مدام. ايه عجقة اليوم كأنه. ايه استاذ ميلاد. ميلاد؟ ممثل. ميلاد يوسف؟ ايه والله يمثل ظريف. ايه ما لا ما انا بشبهه؟ ممكن ممكن, ممكن يعني مثل ما بيقولوا يخلق من الشبه 40 ممكن. ايه على راسي ما شاء الله عليكي لماحه بهي القصص يعني دغري بتلقطي التشابيه. ايه ممتاز. ام شو بلا زغرة؟ انا ام رفعه. اهلين يا ام رفعت. اهلا فيك. يا اهلا وسهلا. والله تشبه حدا. مين؟ استاذ ادهم. مين ادهم ام رفعه؟ يعني شو يعني؟ لا أنا ما. حاسة إنه بعرفه. حاسة إني بشبه حدا. إيه. إيه مين؟ تشبه. يعني بس ما أدهم. يا أستاذ أدهم يا أستاذ صبحي. أستاذ صبحي. إيه لا هلا أنا بيشبهوني للأستاذ عبد الكريم. عارفين أستاذ عبد الكريم ولا أنا والله ما بعرف. يعني إنه أكيد بشبه حدا يعني لأنه ما بقول لك كل العالم تشبه بعضها يعني بالنتيجة. ممكن. شو بتشتغلي حضرتك؟ أنا كوافيرة. كوافيرة نسائية يعني. ايه مشان هيك التشابيه الرجالية ما عم تزبط معك. والله تشبهها. بشبههم كلهم؟ تشبه لا مين تفضل؟
ميلان. لا ما بيشبه ميلان. كان تشبه. يا الله عن جد عن جد تشبه. ايه يعني طيب فكري انت بتابعي دراما وهيك انت عم تشبهيني لممثلين يعني؟ ايه. ايه هو انا وشي فوتوجونيك. ايه يعني هلا انا بيشبهوني يعني لكثير عالم. لمين يعني؟ يعني مثلا بيشبهوني لمنى واصي. لا لا اكيد ايه يعني. لا بس باعتبارك وفيرة نسائية سوزان نجم الدين. عن جد ما بتشبه. ايه مين؟ سيد ميلاد. لا والله لا لا ميلاد يعني حلو وحليوة وكذا وأنا ما شاء الله عليه بس هو ستايل وأنا ستايل تشبهه كتير عجيب. هلا ليكي أنا بالعادة بيشبهوني ل لا شو اسمه هذا الممثل عم والله نسيتين الأسماء أنتي عن جد يا عم رفعت عاصم حوام. لا لا ما بيشبه عاصم حوام. لا دققي فيني شوي على فكرة خلينا نعمل عادة. لا ايه بيشبهوا لا عن جد بيشبهوني لعاصم حواطي كثير. بسلم شو طول ده. اوكي بس انا شبهتك لا. بس عاصم ما بيشبهوا ابدا. لا ممتاز ممتاز. على كل مدام بحب اقول لك انت لازم تعملي اول شيء دورة بالتشابيه. تعملي دورة مكثفة بالتشابيه. لانه انا عاصم حواطي. بس بجوز انا هلا متنكر التنكر الخفي. هي النظارة الخفية شايفة بعمل هيك ما ببين انه انا. بشيل هيك تبين انه انا. لا عن جد بعتذر منك. لا ولا يهمك. ما عرفتك. لا ولا يهمك مدام. ما عرفت شبه عن جد انا. لا عادي. المهم بتصير يعني بتصير دائما هيك. يعني ممكن الواحد لانه كمان بيختلف على الكاميرا على ايه اكيد. وما رح تتوقعي انه انا يعني انه مثلا مغير اشتغل تاكسي. كاري لانه بيقولوا اللي بيغير كارو بيقل مقداره. بيقل مقداره صح. هاي فقل مقداري ما. بس انت ليه عم تشتغل؟ طبعا مع احترامي لكل المهن بس يعني قصدي الواحد لازم ما يغير كارو. لا ما عم بشتغل احنا هلا عاملين مثل مقلب صغير يعني كل شيء تصور. ايه هلا كل شيء صار هون تصور عن جد. واهلا وسهلا فيكي هيك حبينا يعني هيك نمزح هيك مزحه بسيطه. الله يعافيك يا رب وكل عام وانت بخير. انا ما عرفتك. لا ولا لا عادي بتصير وكل عام وانت بخير وهي هيك عيديه بسيطه. ايه طبعا ما في شيء من واجبك. كل عام وانت بخير ورمضان كريم. يعطيك الف عافيه. وإسا في لكان لكان عنا هلا من نيو بارك عندنا هيك سله غذائيه ان شاء الله هيك نجرب. لا ولا يهمك عادي بس اعمل لي دوره مكثفه بالتشابيه ماشي. اهلين مدام اهلا وسهلا مشرفنا فيك. لا ولو اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي حلقتنا لليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ورمضان كريم وبنشوفكم بكره بحلقه جديده. باي.